هم تكون قصة ديالي لجميع البنات وجميع العيالات اللي هيدوزوا من نفس الضغط ديالي. كنتمنى تكون عبرة لكل شيء. سوقتينا نسمعوا القصة ديالك يا أمينة. تفضلي يا أمينة، عاودي قاعد داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك. ماشي، كملي يا أمينة، تفضلي يا أمينة. القصة ديالي تتبدا بحال كأي بنت. كأي بنت تربات مع والديها، كانت عايشة مفشة، عايشة بخير، بخصتها خير. كنت كنقرا مزيان، كنجي أنا الأولى في الكوليج. كلشي الأمور غادية مزيان. كل واحد النهار، كنت ديك الساعة في الكاطريام، واحد النهار ماما كتصيب الوالد ديالي، مزوج عليها وعندو ولاد خرين. وهي ما كتشاش بابا ما فراسهاش مدة 5 سنين. واخا كان موفر لينا صراحة، عطينا الحنان، عطينا كل شيء. ماما جاتها صدمة العمر، ما تقبلتهاش. واحد الدار اللي كانت هانية من صداع، من المشاكل، تحجم بيهم. عندي اخوتي صغار، عندي شوية تنصبوا راسنا في واحد الدوامة ديال الصداع والمشاكل. تفرقنا، كل ماما هزت حويجها، بابا كذلك. ما بقيتش كنركز في حياتي، ما بقيتش كنركز في قرايتي. وليت اي حاجه ممكن باش نهرب من الصداع، نهرب من نقير، نهرب من بزاف الحوايج. فاش يوليو الوالدين في الصداع تيكونوا شويه الدراري صغار هما اللي مأطرين بزاف. وانا من النوع اللي كنت ما كنهضرش، كنقولش اش ضرني. صافي بقيت هكاك. واحد الولد كان تيوقف ليا في الكوليج على اساس الزواج، مش على اساس علاقه. أو لا كيجيني ديريكت للزواج، ما عارفة عليه والو. بقيت هكاك مدة 3 شهور. هربت ديك ساعة من والديا، ما بقيتش مستحملة داك الصداع. هربت من ماما، نيت ما بقيتش معاه، ولات عصبية معانا بزاف. مشيت عند جداتي. جداتي كاينة شوية في البادية. كنجي ديك ساعة في الطوبيس للقراية، ما بقيتش كنركز في القراية. الأساتذة ردوا معايا البال، كلشي رد معايا البال، تيقولوا لي مالكي مالكي. المهم كنشرح ليهم شوية مشاكل العائلية وصافي. بقينا هكاك صافي. وليت كنشوف هذاك ولد الناس هو الحل ديالي الوحيد باش نهرب من الصداع، هو أنني نتزوج. وانا ديك ساعه يلا عندي 15 عام. صافي قلتها لي، قلت لي موافقه. الاساتذه ديالي ما بغاوش، يقولوا لي عندك مستقبل واعر في القرايه، اش بغيتي الزواج انت صغيره، واش والديك مبزين عليك. كلشي كنقول لهم لا، ماشي ما حتى حد من بزز عليا، انا اللي بغيت الزواج. هو اللي طمعني والديا هادي حنان، عادي تصايبيه المشاكل اللي عندكم، ما عاديش يبقاو بزاف الحوايج. درتها في يد الله. مشيت معاه عند والديه، بغاو ليه. انا ما كنعرف عليهم والو، حتى الولد ما كنعرف عليه حتى حاجه، كنعرف سميتو صافي. بقينا هكاك. اللي مشيت استقبلتني مو الخضار، ما فحالهمش، ماشي ديك العيشة اللي كنت عايشة أنا مع والديا. ما فحالهمش، ما عندهمش، ما بزاف الحوايج. تقبلت كل شيء. أنا داك الوضع باغا نهرب من والديا بأي طريقة. هضرت معايا مو فين نمشي، واش نمشيو عند جداك نديرو خطبة، والكتبة راه ما تكونش دابا. صافي داكشي اللي كلي دارو. عيط لبابا قلتها ليه، ما بغاش في الاول. ملي شافني انا مسرع للزواج قال لي هادي ما نقول لك. ماما ما بغاتش، كتبكي، كتعاير، كتجذب،
لاش بغات تزوجي وانتي صغيرة؟ شوف انا طلعني من الزواج وانتي بقرايتك الحمد لله ما خصك تا خير. ما قلت لهم والو، الكلمة الوحيدة اللي كنقول لهم باغا نتزوج. جاو عند جداتي خطبنا، دارو خطبة، ما درنا لا عرس لا والو، درنا خطبة قرينا فاتحة 12 شاهد. ماما ما تقبلتش الوضع، وصلتنا عيطت للمخزن، وصلتنا المحكمة بلا راني قاصر، عطاها باها وهي قاصر، بابا ما حاضرش لهاد الشيء، راهي جداتي اللي حاضرة. صافي هضرت بفمي قدام القاضي، انا بغيت نتزوج، صداع عندنا في الدار، مشاكل كترو، ما تليش كنصيب راحتي، اللهم نتزوج ولا نخرج للزنقة ولا نضيع ولا ندير شي حاجة في راسي. تقبلوا الوضع. الاخر خويا بادر الشهر الاول امور هانيه الحمد لله، ما كاين حتى حاجه. شويه تنكتشف ان الناس ما ماشي ديال عندهم ولادهم في الاجرام، الله يستر، يتضربوا بجناوه هكاك المعيور، بتخسر الهضره قدام الوالدين، بزاف الحوايج، شي حوايج ما عشتهمش انا في دارنا، ما عمرني شفتهم كاع حتى في الزنقه. كنصيب راسي في واحد الدوامه اللي كبيره بزاف، ما منها هروب. عاد زيد عليها تنكتشف الراجل المدمن، تيشرب، تيتحشش، الضرب، العصا ليل ونهار، العدوزة كذلك، ما كاينش الرحمة. وأنا ما عمرني، ما قلت لك تمشى في دارنا، ماما ما عمرها قالت لي هزيت هذاك كاس الماء، كاس الماء ما كتخلينيش نهزو. تضربني على الشقة، تضربني، صافي عارفين والديا ما عليش يسولوا فيا، حنت أنا تخليت عليهم قدام محكمة. بقيت هكاك، فاش كملت 16 عام كنصيب راسي حاملة بنتي الأولى، وأنا باقا ديك الساعة ما تكاتبناش. داز عليا العذاب في الوحم في بزاف الحوايج، ومع ذلك تنقول صافي ما عندي فين نمشي، أشنو نزيد والديا بمشاكلي ولا خليهم منهم مشاكلهم، أنا نتحمل مسؤوليتي، أنا اللي عطيت راسي لهاد العذاب هذا، والله ما نكمل فيه، تنشوف فين عدلو. بقيت هكاك، ولدت بنتي الأولى ديك ساعة كملت 17 عام، تكاتبنا، قلت الحمد لله بعد درت الحلال. بقينا هكاك نفس الموال، ضرب العصا، ما كاينش النعاس، الإجرام، الواسي ديما محيحين عليهم، تيبيعوا داك الحشيش وداك التخربيق، ديما محيحين عليهم بوليس. المهم الرعب، الرعب اللي على بالك، ما كاينش الناس معروفين في هاد المدينه، انا فين ساكنه معروفين هما بلا قياس. بقيت هكاك تاني، دازت عامين، طلق راسي حاملة تاني بالدري تاني. ملي حملت بالدري تاني، الراجل ديك الساعة تيبغي يحرق، تيمشي تيجرب حظو وكيرجع، كيشدو وكيرجعو. بقينا هكاك مدة عام، هي فين ولدت أنا الوليد، خلاه ليا عندو 3 شهور، سهل ليه الله في واحد الحرقة، صافي قطع مشى. والدي رحلنا لواحد دار بنوها عشوائيا في واحد خارج شوية المدينة، داوني معاهم، ميمكنش ليا، صافي خلاني ولدهم عندهم. بقيت هكاك، ونفس الموال، نفس العصا من عند الواس، العصا من عند العدوزة، ما كاين احترام، ما كاين حتى حاجة، حتى حاجة، لدرجة الجيران تيقولوا لي شدك سيري كولي في الزنقة وما تعيشيش هاد العيشة الحارة اللي عايشة.
كنقول لهم لا ما مولفش بالزنقه ما عاديش نقد على الزنقه وبعد ولادي كان دير بقيت هكاك. ملي رحنا لديك الدار الاخرى عاد عاد يبدا العذاب المعقول. تنتفاجئ واحد النهار الراجل ما كاينش، العدوزة كتسافر بزاف ما كتكونش، كتخلي لي انا مسؤوليه ديال كل شيء. كنتفاجئ بكل مطليه. شنو هو ما سمعناكش امينه، شنو قلتي؟ شيخي جد ولادي بين راجلك. بين راجلك شنو بغى؟ اغتصبني. او حبيبي انا كل كلمه تقوليها بصح، اقسم بالله. شنو كل كلام اللي نقول دابا ناس في بيتي ما عندناش البيوت، ما عندهمش البيبان. اصلا من النوع اللي عينو زايغه بزاف، كيطمع في العيالات اللي كيدخلوا، كيطمع في الدريات الصغار اللي كيدخلوا. المهم في دوك الفعيلات كيفاش تعدى عليك؟ كيفاش وقع عليك؟ كيفاش وقع عليك معاه؟ واو كنت نعس مع ولادي. عندي التربيه، عندي الوليد عنده 8 شهور، نعس مع بنتي، دايره الخميه ديال بيتي، والناس ما على باليش تتنصب واحد الانسان فوق مني. سد لي فمي حيت كاينين ولادو ودايرين البيوت على برا. سد لي فمي، قال لي شوفي تهضري نحيك، تهضري ما عادي بزاف ديال التهديد. ما بغيش نتفكر ديك الليله كاع، ما بغيش نتفكر اول ليله هذه. يعني كاينين ليلات اخرين. كملي خودي، شوف الحلقه كامله ديالك، عاودي كاع داكشي اللي دارك. صافي دازت الليله الاولى هكاك. ما هضرت، الا هضرت مع العدوزه ما عطيقنيش، عاد ضربني. واش ما غوتيش في ديك اللحظه ولا درتي شي حاجه؟ ما غوت، اش انا غوت؟ احنا اصلا بنا وسط الخلا، عشوائي قلت لك وسط الخلا، ما كاين لا جيران لا والو. وانا كنعاود لك لما غادي نغوت بعدا، ولادو حتى هما طمعوا فيا. عاودي كملي امينه. بقيت هكاك. دازت عليا ليله جحيم لدرجه تهددني بولادي يحيدهم ليا ويرميني الزنقه. وما عايش يطيقني حتى حد الا قلت هاد الهضره، حتى حد معايا هما كدايرين. حيت كانت تتوقع ليا شي حاجه بسيطه مع لوسي صغير فيهم كاع، وتينوضو تيردو ليا اللوم، تيقولو ليا لا عيب، بغيتي تنوضي الفتنه بيناتنا وبغيتي تنوضي الصداع، ما من حقكش تقولي. صافي خاصك تشوف الظلم عندهم في الدار وتشوف الحقره وتسكت، ما يمكنش تهضر. بقيت هكاك ملي دازت هذاك الايام، جات العدوزه الغد ليه بحال ما كاين والو، ما كناكل ما كنشرب، ما تسرطتش لي، ما عنديش لما نعيط، ما كاينش تليفون، والدي يغضبوا عليا. لما نقول حتى حد ما كنعرف حد، ما كيخليوني نهضر مع الجيران، ما كيخليوني نهضر مع العائله، ما حتى حد. ممنوع نمشي عند ماما، ممنوع نمشي عند بابا، هادشي من نهار تزوج ممنوع عليا، بحال شي وحده يتيمه جابوها يتيمه، ما كاينش فين تمشي. بقيت هكاك، بقى في ما خرجت مراته وفي ما مشات
وما مشيت انا معاها يتعاود نفس الموال، ديما تيجي عندك؟ ديما كيجي عندي. وفاش تقولي لي انا راني مرت ولدك؟ انا راني ما تقوليش راني مرت ولدك، ما انت حرك فيه والو، هذا دور ما حاجة، ما كان والو 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 اصلا، ما عندهمش القلب ديال الانسانية، ما عندهمش، كابيناتهم كابين ولادهم ما عندوش. بقيت هكاك، واحد النهار تاني سافر هو والعدوزة، كنت فازع باللوسي الكبير، هو خرج لك نفس الحركة اللي شنو؟ خرج لي، شنو؟ هو نفس الاغتصاب، أو كان يبيع الحشيش ومعروف مع البوليس، وحط لي جنويت، انا حس بجنويت حط لي في الليل، المهم وليت الرعب، وليت ما كنعش، حاضيه ولادي منهم خرج لك، هو تكرفس عليك. تاخو رجلي تاهو باهو تكرفس خو، عليا، باهو خو، واو 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 واو. اها بقيت هكا، وليت خايفة على بنتي، خايفة على ولدي، كنقول اش ندير، واش ننتحر؟ لا عادي نخلي ليهم هاد جوج دراري ما يستاهلوهمش، نصبر حتى تنشوف الراجل اشنو داير، الراجل ما كيهضرش، نصبر حتى تنشوف لا دار وراك، ونتهنى من هادشي كامل، ونمشي كيما وعدني. بقيت مدة عامين ونص وانا في هذاك العذاب هكاك، شحال؟ عامين ونص، عامين وما تيتعداو عليك بجوج بيهم. وقت ما خوات الدار كان بلي معاها، لا اله الا الله محمد رسول الله. دازت ديك العامين كنسمع راجل عيط ليا، ما دايرش ليا تليفون، تيعيط ليا عند مو، ولا بغا عيط ليا قال لي شوفي راه غادي ديري معايا واحد الحل، ما صدتش باش نقاد وراقي وانا في فرنسا، راه لقيت واحد نصرانية بغات تقاد لي الوراق، ولكن الحل الوحيد هو انك ديري لي طلاق وتمشي تطلقي بيدك وديري طلاق شقاق باش نسرعوا الامور ونتزوج ونجي 3 سنين عاد ندير الفيزا ونجي نجيب بنتي ولادي ونتهناو من المغرب. طمعت خويا بدر ما نكذبش عليك، طمعت، قلت يمكن هذا هو الحل الوحيد ديالي باش نحيد من الدار. بقات يبكي عليا، بغيت نشوف ولادي، انا ولدي خليته عنده عاد 3 شهور وتبارك الله دابا كبر وما تنشوفوش. مو هكاك حتى هي قالت لي الحل الوحيد هو ديري، نط كتمشي انا وما المحكمه، شتي محامي، درت الدعوة، وأنا داكشي عفوا قدر قدر الميكرو باش ما بقيناش نسمعوك، عفوا كلشي برك على جيم باش ما يوقفش اللايف، كلشي برك على جيم، كلشي برك على جيم وبارطاج. أمينة؟ لا والو، رجعي كي كنتي في الأولى أمينة. وعلى قصة بلاتي؟ وعلى قصة بصح، كلشي برك عفوا على جيم باش ما يوقفش اللايف، حيت كلي تيوقف لها اللايف. التليفون العيان عندي شوية. واخا نحاولوا نسمعوك، كملي أمينة. دابا كيسمع مزيان شويه، المهم ماشي مشكل، نقدروا نسمعوك على ما ظن، صوتها واضح، صوتها واضح الاخوان، تسمع مزيان، كملي امينه. صافي داتني العدوزه عند المحامي، وباش نسرعوا الطلاق درت طلاق شقاق ومسامحه في حقوقي كاملين، ولكن الحضانه الحمد لله الحضانه بحال ما عرفت بغاها لي ربي، ما قلت لي لولادي غادي يبقاو معايا على اساس هي خالتي. هي خالتي ماشي مو، كتمشي معايا المحكمه على اساس خالتي. عاودت المحامي كاع داكشي اللي طرا على اساس باش انا كنعاود ليه من قلبي.
عاودش لي الاقتصاد، تنعاود لي الضرب وعلى هادي وهادي، وبالله راه مسحرق وخلاني ما. وانا في نفس الوقت كنقسم بالله وكنعاود من قلبي. صافي خرج لي الطلاق في 20 يوم، 20 يوم شد لي المحامي البرا ديالي، ديك البرا ديالي اللي خرجات هي اللي ترجمت، هي اللي جريت معاه قديت ليه كل شيء، صيفطهم ليه، دار مارياج تما، تزوج، دار عرس تما، جا باش يطلع الفيزا. تصور خويا بدر داك الامل اللي كنت كنخمم ليه شويه، واخا كيضربني كنقول زعما راه مهم الحمد لله واحد شويه الامل عاد يجي. والو جا مدمن بالغبره، مدمن بزاف بلا قياس، ما تيعقلش شنو تيدير، ضرب الصباح وعشية من النهار الأولي، حط راسو رجلي في الدار، الضرب بنتو تتهرب عند الجيران بالخلعة وبالتهراس، الغوات، ولدو مسكين الرعب لحد الآن، ولادي مأطرين بداك الرعب، تيسمعو غير الغوات في الزنقة تيوليو يترعدو، ماما توقع علينا شي حاجة. عيش لي في الرعب 3 شهور تا هو تينعس مع مراتو بالاغتصاب، ماشي كأنها مراتو. شكون هذيك؟ بلاشي دابا، هو مشى تزوج في فرنسا وجابها للمغرب؟ لا ما جابهاش، لا بقات تما، تصيفطات ليه الفيزا وطلع. وشنو قلتي كيفاش شي تعدى عليها بالعصا؟ عليا انا انا من هرجة، انا ولادو، ما حدش شاف ولادو، داك الاب اللي غادي يحن في ولادو مكروه. حد الان مازال مطلقه ما ردكش؟ انا مطلقه. اوكي. بقيت مده 3 شهور تا هو ديال العذاب. صافي وليت نقول يا ربي عيمشي، عي خلاص عيزيد عيمشي يرجع لفرنسا فين كان. صافي صيفطات لي الفيزا، طلع وراقو ومشى. هاديك هي مشيتو لحد الان، مده 5 سنين، 5 سنين دابا. بقيت عامين اخرى تاني مع والديه، ونفس الموال ونفس تيتكرفسو عليك خوه وباه. انا عاد زيد الجوع، زيد بزاف الحوايج، لا فاش تكون المهم فاش تكون العدو، زدت كنحس بشويه الامان انهم ما عاديش يقيسوني، ما عاديش يقربوا ليا، واخا هي تتكرفس والغوات، وكنقول الحمد لله معليش. بقيت هكاك، بقيت هكاك شي مده شي 3 سنين. نهار هو جا التليفون هضر مع امو، ما كيهضرش معايا انا كاع بصفه نهائيه، ما كيهضرش معايا، ما كيهضرش مع ولادو. جا التليفون من عند امو، دخلت للبيت عندي، جمعت لي حوايج في الباليزه، وجمعت حوايج ولادي في السيكان، تنقول لها خالتي مالك، واش هانيه، واش غنمشيو شي بلاصه، على نيتي. قالت لي يا ولدي ما تلاش بغاك، وقال لي صيفطيها لدارهم، قول لها تمشي في حالها من ديك الدار. ما عنديش فين نمشي، ما عنديش فين نبات، ما عنديش العائله، ما عنديش يقبلوا عليا اصلا، حيت ما بغاونيش نتزوج من النهار الاول، بخصوص مع هذوك. هزيت ولادي بدموع الليلة الأولى، بتا في الزنقة أنا ولادي، شافوني شي ناس، ملي شافوني دوك الناس، واحد الوالي عندنا معروف بني من المدينة فين كاينة أنا، مشاو خلصوا ليا 3 ليلات، وقالوا لي سكني بعدا هنا حتى تتقدي أمورك، حتى تشوفي شنو درت، ما عندي تليفون، ما عندي حتى حاجة. كيفاش عند هاد الوالي هذا؟ ما فهمتش. والي
والي هو بحال الضريح، فيه بيوتات يتكراو للناس اللي بغاو يباتوا فيه، رخيص تيدير 30 درهم الليلة. بديك 3 ايام خويا بدر تنقلب على كيفاش ندير، كيفاش ندير نوكل ولادي بغاو ياكلوا. البنت عارفة شوية كبيرة شوية في العمر، الدري كذلك، تنخمم فين نمشي، كيفاش نخدم، فين غنسكن بعدا، هو الأول عاد نشوف الخدم. بقيت هكاك في داك الوالي، تعرفت على ناس دوك الوالي تيجيو من مدن بعيدة باش يداواو زعما تما، وكيخلصو عليا في سبيل الله، كاين اللي كيعطيني الخبز، كاين اللي كيعطيني داكشي اللي قسم الله، كيجيبو ليا ولا لا دارو شي ماكلة كيعطوني يذوقوني شوية. دازت سيمانة خويا بدر كنكتشف بلي راني حاملة. أو سيمانة ما ما سيمانة سيمانة ملي خرجتي من دازت الدار، سيمانة، هذيك السيمانة اللي خرجت من الدار. وراجلك شحال باش تسافر قبل ديك السيمانة؟ هذاك راه 3 سنين ما عرفتش شكون باه من هذوك الجوج. يعني حاملة يا من خو راجلك يا من باه؟ يا من باه. أو أو أنا باقا حاملة دابا. أو واو 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 واو، قسم بي أنا كل كلمات بصح اختي امينه امينه ياك عافاك. اقسم بالله الا كل كلمه وانا واحله في راسي دابا. ويلي واو 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 الله واو. ودابا ما عرفاش شكون باه، يقدر يكون ما عرفاش عمو ولا جدو، يكون جدو. شحال دابا باش حاملة؟ عندي 16 شهر دابا. واو 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 واو، ناراسي وقف، كذب عليك، ناراسي وقف وقف وقف، الراس ديالي وقف، مش كذب عليك، راسي وقف يا اخوان، انا مقدرش نستوعب. واه اش تقول؟ ما لقيت ما نقول انا صراحة، اقسم بالله ما لقيت ما نقول، انا راسي وقف. امينة دابا فات 7 شهور ما عقلتيش شكون في؟ ما عرفتش. واه يا 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 صعيبة والله، صعيبة صعيب 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 صعيب، ما تلقى ما تلقى وما تقوله. ما تلقى ما تقول، الراس ديالي وقف. دابا حاليا ما شدي، ما درتيش معاهم، قلتي لهم ما شنو راني حامله ام واحد فيكم؟ ما نقدرش ما نقدرش، يقدروا يقتلوني، يقدروا يقتلوني، اصلا مولفين بالحبس، مولفين بزاف الحوايج. ما فكرتيش تدعيهم؟ لا، شكون غادي يطيقني؟ غادي يقولوا لهم جابتو من الزنقه ولا نعلم الله عليها؟ كاين العدين راجل ما كاينش، كاين العدين. ما فكرت في حاجه خويا بدر، دابا اللي كنفكر في ولادي. واو الحمد لله حيدت من داك المجتمع، الحمد لله تفكيت منه. واو هي هي. واو والله ما عرفت ما نقول، قسما بالله ما سهلاش، والله ما سهلة. شي شنو هي ما تعرفيش شكون هو باه، واش جدو ولا عمو؟
ما سهلاش والله الا ما 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 عارف شنو نقول لك. انت في ديك الفتره ما عقلتيش؟ لا حين داك الشهر كانوا بجوج ما عرفت. والله ما عرفت ما نقول راسي انا وقت صراحة الله على راسي راسي تبلوكا راسي تبلوكا ما بس اتجاوب شنو تقول. وحاليا شنو تديري فين عايشة شنو جا بقيت هكاك في داك الوالي تعرفت على الناس عرفوني دوك العساسة ديال داك الوالي بلا عرفوني على الناس خدمت في واحد القهوة الله يعمرها دار مليها الله يعمرها دار عرفوني من كيبان عليا ما ماشي ديال الزنقة ماشي ديال التكرفيس ما فرنسهمش القصة ديالي. قلت لهم ايه الراجل اللي رماني الزنقة انا وولادو ما كانش بغانا وصافي هادشي هو اللي كنقول انا للناس هنا اللي ساكنة معاهم لا كل شيء. قديت أموري البنت باش تكمل قرايتها كتجي هي الأولى في القسم ولدي كذلك ولكن مؤخرا دابا شهرين هادي ما بقيت قادة على الخدمة ما كيش قادة هابط ليا بنادم لتحت بزاف ورجلي نفخو بزاف ما بقيتش نقد نوقف في القهوة ولا نخدم شي حاجة أخرى. خلص ليا داك مول القهوة خلص ليا شهرين ديال الكرا صافي وجلست خويا بادر دابا لدرجة كي اللي ما نلقاوش من ناكلو ما نلقى حتى حاجة كنكملوها وكنسكتو كنقول الحمد لله بعدا اللهم الجوع ولا داكشي فاش كنت عايشة. دابا اللي كنخمم معاك كيفاش نولد كيفاش ما عرفتش اشنو ندير من هنا لقدام اللي عنو ولد اشنو غادي يوقع اشنو مصير ولادي معايا كيفاش عندي نمشي نخدم ما بغاش نخرج للزنقة ما بغا ما مولفاش داكشي ما زعماش خوف عمن كنخاف عمن خيالي عمن شي حاجه لتقرقبات كنخاف. دابا حاليا انا عاكسة حدا ولادي كندير والو لي بعد المرات ناكلو ما ناكلوش لي جاب عليا الناس الحمد لله كنشدها وصافي هكاك. والله ما شنقول لك امينه غتسولي هاد الناس حتى واحد فيهم ما يعرف يجاوبك على هاد السؤال هذا ولا شنو هو الحل ديالو. انا براسي ما عرفتش الحل. انا اللي نقول لك زعما كنت دعيتيهم والله لا العظيم كنت دعيتيهم يكون احسن. خويا بدر الاعدام ماشي جا الحبس. هاد الوسي اللي تكرفس عليا قطع الواحد يدو وعطات عليه 14 مليون ما كملش شهر في المحكمة ما كملش شهر وخرج في حالته نشد على ديك الإيد والو اش عنبان اليوم انا. اش نقول لك لا عنده شي حل شي حل يكتبو حاليا. فين تتعيش يا امينه؟ كريا كراو ليا دوك الناس واحد الدويره صغيره مع السكان في واحد الحي عشوائي. انا فين كنعيش؟ هنا انا فين ما كنخرجش المدينه. تقدر تقدر تقول لنا المدينه فين تتسكني دابا؟ بني ملال. بني ملال. امينه الى شي واحد بغى يعاونك في هذا الموضوع ولا بغى يدخل ليك ولا بغى يساعدك ولا بغى يتكلف بك انت ووليداتك نعطيو النمره. ها انا ما بغيت والو ما بغيت والو بغيت عيف اش نولد نلقى ما نعطي لولادي الماكله حتى نتفك على خير ونوض نخدم انا راسي اليوم. ما بغيت والو خويا بعض والله ما بغيت شي حاجه والكراوي اللي همني فين بقى عايشه مستوره انا وولادي.
اللي بغي يعاونها يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اسباس اش اي ال اي ال اي. كتب لي بغيت الرقم ديال امينه بني ملال ونعطيكم الرقم ديال امينه. امينه ما نساش الموضوع اللي انت فيه، ولكن اللي غادي نقول لك نتمنى مع اي واحد يتفرج في هذه الحلقه كل شيء يكتب لك شي دعوه. تنتمنى مع اي واحد يتفرج في القصه ديال امينه وتيسمعها يدعي معها، واللي قادر انه يعاونها يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اسباس اش اي ال اي دي. يكتب لي بغيت الرقم ديال امينه من بني ملال.